دكتور انا جالي تليفون من اصدقاء يعني في منتهى البساطه بيكلموني لغايه النهارده لغايه لما بيقولوا لي منتخب مين؟ قولوا لنا منتخب مين؟ سمعت لو مداخلات كتير الناس تايهه. اول حاجه الناس مش فاهمه تنتخب ازاي لغايه هذه اللحظه منهم انا مش عارفه حكايه القايمه من البتاع يعني لازم يقول لنا حرب اشاعات وبيشيع على الـ على الـ طبعا حضرتك خبير في الموضوع مش في الاشاعات اللي بيطلع عليهم اشاعات فاحنا النهارده في اللحظه التاريخيه دي عندنا مسؤوليه دلوقتي نفهم الناس يعملوا ايه وينتخبوا مين وليه وازاي يعني اتفضلي يا دكتور. طيب يعني انا عايزه بس اقول حاجه بعض الملاحظات العامه في البدايه. اولا الانتخابات احنا بنتمنى ان يكون فيها نسبه اقبال معقوله لانه طبعا في خشيه انه ما تبقاش نسبه الاقبال مماثله لنسبه الاقبال على الاستفتاء في عجلات الدستوريه لانه كان في الوقت ده كان في زخم كبير جدا ما كانش في مناخ الازمه السياسيه الموجود دلوقتي بالعكس كان في ده كان بدايه لانفراج الازمه السياسيه. الوضع دلوقتي معكوس الوضع مختلف تماما. الحاجة الثانية انه لا نتوقع من هذه الانتخابات او ليست بالضرورة ان تكون انتخابات مثالية ولن تكون يعني هي هتبقى في انتخابات هي اهميتها في انها ستكون اول تجربة بعد ثورة 25 يناير. هل هي انتخابات مثالية؟ هل جرت في ظروف مثالية؟ هل القوانين اللي بتحكمها والقواعد هي قوانين تؤدي إلى نتائج مبهرة مثلا على سبيل المثال؟ هذه المسائل كلها محل طبعا كلام ونقاش كبير جدا. إذا أهميتها في أنها الانتخابات الأولى يعني زي ما بيعرف كل الدول بتمر بعمليات تحول ديمقراطي عشان ما يبقاش في بعد كده إحباط وفجوة في التوقعات. لا شك انه الازمه الموجوده حاليا هي هتلقي بظلالها سواء اردنا ام لم نرد. يعني الكلام اللي هو مجرد بس حث المواطنين على الخروج اعتقد هذا لا يكفي. هناك ازمه سياسيه كبيره جدا. الحكومه الجديده برئاسه الدكتور كمال الجنزوري بتشكل في ظروف صعبه جدا يعني احنا مش عارفين هل هي هتقدر بالفعل هي تستكمل تشكيلها. طب بعد ما تستكمل تشكيلها ايه خطاب التكليف؟ المسؤوليات اللي عليها؟ هل هتلاقي قبول او على الاقل هل هترضي القوى الثوريه الموجوده في ميدان التحرير؟ وانا اعتقد ان هي طبعا هتستمر في هذا المشوار. الدكتور الجنزوري بيعقد اجتماعاته في معهد التخطيط يعني لغايه دلوقتي مش قادر يخش مجلس الوزراء يعني لا ده رمز ده شيء كلام رمز مش طبعا ده رمز طبعا ده شيء رمزي جدا تمشي بيه لا كده المتظاهرين يروحوا يقفوا عند بعض لا هو معتمد ان محدش عارف مكانه بعد التخطيط يعني بس احنا ممكن نحط العنوان على الشاشه يا جماعه بعد شويه هو في شيء اخر علشان ايه برضو انا عايز اقول لك ان سقط شهيد بالامس يعني امام مجلس الوزراء يعني امام طبعا ده رمز يعني هنعمل ايه يعني صعب جدا هو كمان برضو في شيء بصراحه هو بالنسبه لي غامض يعني في الوقت اللي المجلس العسكري كلف دكتور كمال الجنزوري وواضح انه مصر على هذا التكليف انه يشكل الحكومه بقى في يعني عقدت لقاءات يعني كل على حده بين مع الدكتور محمد البرادعي ثم مع السيد عمرو موسى في نفس الوقت اللي الدكتور كمال بيشكل القضية هنا ايه يعني السيد عمرو موسى يمكن مفيش مشكلة كبيرة في لقائه أما رمزية مقابلة الدكتور البرادعي وهو المطروح من قبل القوى الثورية في ميدان التحرير ثم بعد ذلك لا نعلم يعني يطلع تصريح من المكتب الإعلامي للبرادعي بيقول إنه أنا مستعد لتشكيل حكومة إنقاذ بشرط صلاحيات كاملة وأتخلى عن الترشيح للرئاسة الجمهورية يعني المشير بناء على طلب البرادعي وعمرو موسى المشير ما استدعاهم ما استدعاهم بناء على طلبهم اول حاجه بناء على يعني الدكتور البرادعي قال انا مستعد ابقى رئيس وزراء واتخلى عن الترشح لرئاسه الجمهوريه قال ايه قال جمله مهمه جدا دكتور البرادعي اخطر جمله في هذا التصريح قال اذا كلفت رسميا بمعنى ان ده قد يكون اشاره انه غير قابل للتكليف غير الرسمي اللي حصل من مواقع اخرى او من اماكن اخرى فهي انا بعتقد ان اهم جمله في هذا التوقيت بعد اللقاء في التصريح هي اذا كلفت رسميا دي مهمه جدا يعني دي معناها ان انا برفض التكليف الغير رسمي من اي جهه ما كلش لا ما هو لازم يكلف رسميا ما هو ده هيشكل حكومه ازاي الا لو كلف رسميا يعني ما ينفعش هو مرشح او هو
بيحظى بتوافق بين القوى الثوريه او بين الائتلافات الشباب وجماعات اللي هي سائره الان. فدي مساله. لكن انه يعني يشكل حكومه، مش معقول هيشكل حكومه موازيه، لازم يكون في تكليف رسمي. طب هل ده مرتبط بالحديث عن مجلس استشاري مدني؟ هل مرتبط بالحديث عن مجلس رئاسي مثلا في فتره لاحقه؟ يعني دي برضو امور فيها كثير جدا من الغموض. الى الان انا اعتقد انه الحركه بتتم في اطار رد الفعل. يعني وربما كنا ممكن جدا ان احنا نتفادى كثير من الازمات لو اتخذ القرار في توقيته الصحيح. يعني انا ما انتظرش لحد ما الامور تتفاقم بعدين اخد قرار بكذا. يعني وبرده هرجع في حاجه قديمه يعني بنستنى لغايه لما الامور تتفاقم وبعدين ناخد القرار، يبقى مش في ناخد القرار اللي هو مش متوقع. في برضه وفي قضيه يعني مثلا يعني فوض او اللي فوض ما ماتش اللي فوض اللي كلف عشان اللي خلف عشان الوزن اللي كلف يعني مثلا القضيه اللي هي فجرت الموقف ده في الاخر. يعني برضه دي بتنم عن يعني مش عارف، يعني هي طبعا حاجه تتعلق بالاداره. يعني في البدايه احنا كلنا اتكلمنا عن الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، وانا اتذكر ان انا كنت في برنامج تلفزيوني وقلت الدستور اولا، ودكتور ايمن نور في نفس البرنامج وكان في التلفزيون المصري. ويمكن بعد كده ما كانش في استضافه كثيره ولا الحضور الخلاني يعني في التلفزيون المصري عشان فاحنا قلنا على الدستور عايزين الدستور اولا او بتاع. فالمهم اخذ بالراي الاخر هو الانتخابات اولا، وجرى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. طب ايه ده اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده انه طلع اعلان دستوري بعد التعديلات الدستوريه، مش دي القضيه. طلع بعد كده يعني كتير جدا من القوى السياسيه والتيارات المختلفه رأت انه تغليب الانتخابات اولا كان حقيقه بيعكس وجهه نظر القوى الاسلاميه بالتحديد، جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله. فدي طبعا دي واحده. الحاجه الثانيه بعد كده مشينا في هذا المسار، ثم فجاه بتيجي وثيقه الدكتور علي السلمي عشان تحط المبادئ الاساسيه الحاكمه للدستور. اذا احنا بنرجع ثاني لمربع رقم واحد. وبعدين دلوقتي طبعا هذه كانت النقطه اللي فجرت كل القضايا. لو كان من البدايه مشينا على المسار الاساسي اللي هو جمعيه وطنيه تاسيسيه لوضع الدستور، وكنا تناقشنا وتوافقنا على المبادئ الحاكمه الى جانب وضع الجيش في الحياه السياسيه المصريه، لان لا نستطيع ان نتجاهل ان الجيش المصري له وضعيه خاصه جدا، وانه لابد من مناقشه هذه القضيه بشكل مفتوح وان احنا نوصل فيها الى نقطه تراضي. فانا اعتقد ان احنا زي ما كنا مثلا حطينا العربه قبل الحصان، بعدين جينا اتزنقنا في حكايه بقى الانتخابات هي قبل. الحقيقه يعني في المنطقه دي ومعانا الاساتذه، الاستاذ سعد هجرس كتب مقال بعنوان لا احد ينام في مصر، وحضرتك ذكرت فيه راي يمكن الاستاذ خالد برضو ذكره بشكل، بس انتوا الاثنين اشتركتوا في اصطلاح ان هناك عجز في الخيال، يعني عجز في الخيال السياسي وعجز في خيال الاداره السياسيه. يعني انا عايزه تشرحوا لنا هذا المعنى وكيفيه اننا بقى يعني نتجنب هذا الموقف في المرحله القادمه. العجز ده انت وصفتوه، خالد وصفه في اختيار رئيس الوزراء، حضرتك وصفته في صوره ما يحدث في مصر من قرار ولا اخر، وربطت ذلك بالنعره الطائفيه والانفلات الامني وكل هذه الاشياء الموجوده في مصر. وعايزه اسمع راي الدكتور ايمن في هذا التعبير وما تفتقده الاداره او القوى السياسيه والاداره السياسيه في مصر من خيال سياسي، وكيفيه اننا نحرك الناس دول الى منطقه الفعل المتحرك الديناميكي للامام. هل احنا في مرحله لخيال سياسي خلاق جديد؟ احنا يعني لا، احنا في مرحله يعني خيال زل. انسف خيالك القديم. احنا الحقيقه احنا في مرحله خيال زل. خيال الظل ده اللي هو ايه؟ اللي تشوفيه كده وما تشوفيش اصله ايه؟ يعني تبقى او يعني تبقى متوقعه اصله، بس شايفه الظل ايه بيخيم على المكان. انا ارى ظل الرئيس مبارك يخيم على المكان، وانا ارى هذا الظل يمتد ويطول ويطول. يعني شوفي السيره بتعمل حوادث.
فانا عايز اقول لك خيال الظن اللي احنا شايفينه ده الحقيقه هو انعكاسات لمنطق سائد منذ سنوات طويله ما زال يحكم مصر حتى هذه اللحظه. بعد شويه من حكم رئيس مبارك قلنا ان ما زال غليون الرئيس الراحل السادات يفوح في المكان. الحقيقه انا ما زلت ارى خيال الرئيس مبارك وفهمه وساعته المتاخره. رئيس مبارك كان عنده مشكله الحقيقه فظيعه، كان بيشتري ساعات فخمه جدا لكن ما كانش بيظبطها، كان دايما ساعته متاخره. ده كلام بهزر. لا لا بكلام بجد. ما كانش يعني شيلها منظر. هقول لك على حاجه، بصي في المحاكمه في المحاكمه كان لابس الساعه، مش هقول ماركه عشان ما يبقاش اعلان، لكن ساعه فخمه جدا لكن الساعه مش مظبوطه. يعني انا دققت النظر. شفتها دكتور يعني؟ لا شفتها يعني على فكره حتى وانا في السجن الاحظ الساعات، لان انا بالنسبه لي دي مؤشرات لحاجات. يعني كان مثلا عندنا اكتر كتبت مقال مهم على ساعه انس الفقي، عن ساعه انس الفقي دي انا ساعه انس الفقي ساعه حوالي نص مليون جنيه يا خبر. الحقيقه يعني وكان رشيد عنده نفس الساعه والاستاذ جمال كان وقته من ده، الثلاثه كانوا نفس العائله من الساعات. المهم عايز ارجع اقول لك ايه مشكله الساعه المتاخره. نفس المصدر. انا عايز اقول كده، انت لمحتي. انا عايز اقول ايه يعني المورد واحد، يعني المورد واحد وانا عارف مين المورد. المهم ارجع تاني واقول ان الساعه المتاخره دي هي اللي بتخلي كل القرارات اللي الدكتوره هلا اشارت اليها جاءت متاخره. يعني انا رايي ان اختيار الدكتور الجنزوري لو كان جه في توقيت قبل الازمه اللي موجوده في التحرير ربما كان قوبل باستقبال افضل شويه، لان انا شخصيا مش شايف الدكتور الجنزوري اسوء اختيار خالص. بالعكس انا شايف ان الراجل ده لديه خبره واسعه، والراجل ده لديه رصيد من الخصومه مع حسني مبارك انا اشهد بيه. على قدر ما كان بيني وبين الدكتور الجنزوري خلاف واسع جدا في فتره تولي رئاسه الوزراء واصطدمنا كثيرا، لكن انا اشهد في موقف بعينه كتبت اظن في اليوم السابع من يومين، ان في يوم من الايام الرئيس مبارك كلمني عن تليفونيا عن الدكتور الجنزوري. كان حدث خلاف بيني وبينه بخصوص مشروع حديد اسوان، واثناء المكالمه الخط انقطع. فالدكتور الجنزوري تصور خطا اني اغلقت الخط وانا تصورت خطا، فتدخل طرف ثالث عشان يجمعنا في لقاء. انا عايزه بس اقول لكم عشان الناس تطمن، حاطين صوره التحرير دلوقتي عندنا التحرير حاليا وفي دخان، دي عربيه البطاطا يا جماعه، ده مش غاز ما شاء الله. لا يعني على سبيل التغيير ده دخان مفيد. اي او ممكن يكون ده الدخان اللي كنا بنتكلم عليه من شويه يعني يخيم عن المكان. فانا بذكر هذه الواقعه ان الدكتور جنزولي في هذا الوقت التقينا بناء على اتصال من الرئيس لحل هذه الازمه اللي كانت بيني وبينه، وبعد اللقاء انا رحت لبيتي واتصلت الموضوع انتهى. فاتصل بيا حد اظن اسمه ابو الوفا من مكتب الرئيس، قال لي رئيس عايز ابو الوفا رشوان عايز يكلمك عشان تبلغه ايه اللي حصل في الاجتماع. فانا اندهشت شويه قلت لا، طب هو بيسالني ليه؟ طب يسال الراجل اللي بيشتغل معاك رئيس الوزراء. فتم بينا مكالمه مش طويله ومش قصيره لكن كان فيها جملتين عايز اركز عليهم. قال لي ايه اللي تم في اللقاء اللي هو لقاء المصالحه اللي كان بيني وبين الدكتور الجنزوري. فقلت له ايه المضمون اللي تم؟ قال لي قال لك ان هو عمل في مصر اللي ما عملوش محمد عايش ست اشهر. فانا اندهشت جدا لان كانت الجمله دي وردت فعلا في كلام الدكتور الجنزوري عرضا. فانا قلت اللي بيراقبه الدكتور الجنزوري لان الجمله فعلا اتقالت. فقلت له حصل. فقال لي ما قالكش هو محمد علي الكبير ولا محمد علي الشارع؟ فانا لقيته بيسخر، ده من رئيس وزراء الذي يعمل معه. دي في هذا الطريقه التي خرج بها الدكتور الجنزوري وكانت مهينه جدا، كانت متعمده. راجل ما تعينش في لا رئيس بنك بكام مليون زي غيره، ولا عضو مجلس الشورى، ولا في المجالس القوميه، ولا في غيره. دي في هذا مشهدين احترمتهم جدا للدكتور الجنزوري. يوم مناقشه اخر موازنه عامه في عهد الجنزوري، وكان اظن ده اخر يوم حقيقه للجنزوري، يوم ما قال لهم كانوا باعتين اعتمادات جديده لرئاسة الجمهوريه، فقال لهم بس فضلا من فضلكم قولوا لنا اللي اتصرف قبل كده اتصرف فيه. بس وهذه كانت نهايه فرقه الجنزوري المسرحيه على الاطلاق، لان كان الرد ابتسامه صفراء. وتاني يوم اقيل الجنزوري. مشهد تاني انا شاهد عليه عندما دخل جمال مبارك يوم حصة بورسعيد على مجلس الوزراء واهان كل الناس. الوحيد الذي رفض اهانة جمال وقال له لا عيب كده،
كان الدكتور الجنزوري. المشاهد دي تدي انطباع ان هذا الرجل ليس محسوبا كما يقول البعض على نظام مبارك. انا كنت مع اختيار رئيس وزراء عنده 35 40 45 سنه بحد اقصى وما زلت مع هذا الاختيار. لكن اذا كان الاختيار بين الجنزوري وبين الخيارات الاخرى التي كانت مطروحه انا بقول ان الجنزوري اختيار ملائم جدا لهذه المرحله. بقول ان الخيال السياسي لو كان شغال شويه او لو كان طبيعي كان ده جه من الاول ما كانش جه من الاخر. ما كانش جه في هذه الازمه عشان نحط الراجل وشه في الحيط وعشان نفجر هذا الرجل ونفجر امكانياته بس باتجاه عكسي. يعني بدل ما تبقى امكانياته النهارده في صناعه موازنه عامه افضل في لملمه الازمه الاقتصاديه وهو عنده خبره واسعه كاستاذ تخطيط في هذا المجال النهارده بيلملم الائتلافات الشبابيه النهارده بيلملم مجلس استشاري. انا الحقيقه يعني حزين لان مصر بتسير خطوه للامام وخطوتين للخلف. وسبب ان احنا بنمشي للخلف الحقيقه مش الثوره لكن الاختيارات السيئه والقرارات المرتبكه والساعه المتاخره بتاعه الذين يديرون مصر في هذه المرحله.